سأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نداء الملك: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. نعم. يقول هذا هل هو مرتبط بالصباح، الإنفاق في الصباح؟ يقول أنا لا يتيسر لي، ربما بعد المغرب بعد العشاء أنفق، لا يترك الإنفاق يوميا. على كل حال، هو المقصود أن ينفق في يومه ما يسر الله، والنفقة هنا أوسع من أن تكون نفقة على الفقير، هي شاملة لكل نفقة واجبها ومستحبة، فنفقته على أولاده، بل نفقته على نفسه، ونفقته على زوجه وعلى ولده داخل في الحديث لشموله. اللهم أعطي منفقا، أي في أوجه البر، سواء كانت أوجه البر المتعلقة بالإنسان نفسه أو بمن يجب عليه الإنفاق عليه أو بمن يتصدق عليه مما يتقرب إلى الله تعالى بالصدقة عليه، فيشمل الصدقة الواجبة والمستحبة.